Allez. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم تكون مزيانه. ان شاء الله غنبارطاجي معكم توجور اون فيديو دون لو كادر دي فاكونس. هذه غادي تكون اول تجربه ليا في الغطس، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هاد لي مومون هادو كيفاش دازو. فخليكم معايا. الوغ الرحله ديالنا بدات من هنا، حنا في مارينا سمير. اون فافير جوله بالباطو في وسط الماء من هنا من مارينا حتى الفنيدق لمده ديال 3 د السوايع، درناها اون فامي اي اون ميم طون غادي نديرو لا بلونجي اللي غتكون فيها 20 دقيقه ان شاء الله، غتكون في ان سيت اللي كاين في الفنيدق. فوالا دونك هاد التجربه مش شحال هذا، يعني صافي 3 انا باغا نجربها، واليوم عاد كتاب فانا متحمسه بزاف. وهانتوما معايا سي بون باتو دار ديبار، وكيف ما قلت لكم اوني سورتي اون فامي، شي باغي يدير لا بلونجي شي باغي يدير دوره هكا في الباطو، فدرنا لي دو ا لا فوا تورني دو 3 اور او ميم طون. لي بغى يدير لا بلونجي فغيديرها في لو سيت لي غيكون في الفنادق. بون هنا صافي بدينا كنوجدو، بيانتو غنديرو لا بلونجي. هادي لونيفورم اللي غادي نلبس بوغ لا بلونجي، حيت لتحت الما كيكون كتكون الحراره هابطه بزاف. هادي الكاميرا باش غادي نصورو ان شاء الله سكي سو تروف تحت الما. اي فوالا هنا لو مونيتور كيدير معنا اون تيت فورماسيون. فينالمون انا وراجلي اللي غادي نديرو هاد التجربه هادي، كيورينا كيفاش نتنفسو بال كيفاش نخدمو الاكسجين، كيفاش نضبطو لا بريسيون ديال ودنينا تحت الماء باش هكا ما كيوقعوش مشاكل ابري. اي سي بون صافي لبست، وعاونوني باش ركبوا لي داك لو ماتيريال كامل. عرفتي شحال ثقيل؟ بزاف بزاف بزاف. هنا كيف ما غتشوفوا غادي تبان لكم واحد الضبابه خطيره نزلات دان سولكو في الفنادق، ما بقى كيبان والو غير حنا وسط الماء، داكشي بحال ديال لي فيلم. هذيكو شداتني واحد الخلعه ما نعاودش لكم فريمون 3 وانا مصدعاهم، بغيت ندير لا بلونجي بغيت ندير لا بلونجي، ونهار كتابت شداتني واحد الخلعه تيلمون جيتي اكسيتي. شوقت راجلي يديرها، ما بتيت كوزين حتى هي بغات ديرها، وفي الاخر شداتني واحد الخلعه ما قدرتش نهبط. مي بون كوراج كوراج. هنا صافي غادي نهبطوا، هذا لو مونيتور هو اللي غادي نهبط معاه. غادي نديرو اون تيت سيمولاسيون غير هنا فوق الماء، كيفاش نحاول نتنفس بالاكسجين، نحاول نشوف الضغط ديال الودنين. صافي توت اي بارفي، هنا اون اتو فيريفي كلشي مزيان. صافي غادي نهبطو. الوغ حنا ماشي دي بروفيسيونيل دونك غادي نديرو جوست ان باتيم دو بلونجي. هبطنا فواحد العمق ديال 7 حتى 9 متر تحت الماء.
التجربه اللي كانت زوينه بزاف، كتشوف واحد العالم اخر على العالم ديالنا، وما كتقول غير سبحان الله العلي العظيم، كل شيء خالق زوين. كتحس براسك بحال راك في شي اكواريوم كبيره، كتشوف واحد لابوتي، واحد الكائنات بوحدها، واحد لي كولور بوحدهم، واحد الهدوء، واحد الصوت ديال الماء، كل شيء زوين. فريمون كتحس براسك في شي اكواريوم كتعوم فيها. كانت تجربه زوينه، اي مالوغوزمون لو مونيتور ما قدرش يصور دي فيديو، دونك اون ا بري جوست دي فوتو لي غنبارطاجيهم معكم. وهكا غنكون وصلنا لافان د لا فيديو ديالنا، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا على المتابعه، السلام عليكم.